السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد من جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل شوربة العدس في الجو ده، وحمرنا العيش اهوت، وهناكل أحلى طبق شوربة عدس من إيد أم بلال البورسعيدية. يلا بينا نخش على الطريقة فضلا وليس أمرا. لو عجبتكم نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها. يلا بينا نخش على الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب العدس بتاعنا وهنغسله كويس وهنصفيه تصفيه كويسه، بصله كبيره او بصلتين وسط، فصين توم كده حلوين، فريش ماشي، عايزه تجيبي من اللي انت مخزناه مفيش مشكله. الجزر بتاعي غسلته وقشرته، وطماطمتين كده جامدين وحلوين وحمرين. اهم حاجه بقى، احنا كنا الاول زمان نسلق كل الحاجات دي في بعضها، لا احنا لازم الاول هنعمل طريقه كويسه اللي احنا هنشوح كل المكونات دي وبعد كده ننزل عليها بالميه السخنه. يلا بينا تعالوا نشوف الطريقه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت الحله بتاعتي على النار وهنبتدي انزل بالسمنه على حبه زيت، طبعا حبه الزيت معاها. هبتدي بقى انزل بالجزر بتاعي، بس التشويحه ديت فعلا بتفرق جامد مع العدس، يعني بدأت تجربوها حاجه كويسه قوي. هنزل بقى بالبصل، هنزل بالثوم، هنزل بقى بالعدس، وعارفين حتى ريحة التشويحة البصل مع الثوم كده في ريحة التشويحة جميلة جدا. طبعا نكون واحنا شغالين كده بنسخن المية بتاعتنا، تمام. هبتدي بقى انزل بالطماطم اهي شايفينها، نبتدي بقى ننزل بالماء الساخن. عايزه بقى تحطي بهاراتك دلوقتي حطي، بس انا ما بستحبش ان انا احط البهارات دلوقتي، بسيبها للاخر كده. هبتدي بقى اسيبها، مش هتاخد وقت معاكي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، بس كده خلاص تمام. ما شاء الله خلاص كده بقى ابتدي اوطي عليها النار او ادفع عليها، بس اسيبها تبرد شويه. لو عندك بقى هاند بلندر ماشي، مش عايزه تضربيها بالهاند بلندر، سيبها تبرد وبعد كده اعمليها في الخلاط. نبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، انا هعملها بالهاند بلندر. بصراحة أنا بحب الهاند بلندر، ما بيخليش الواحد يوسخ مواعين كتير، مش لسه هستناها لما تبرد، يعني حتى لو أنا مستعجلة مش هستنى كده. خلاص بقى ناعم أهو كريمي، شايفين كده تمام، شايفين ما شاء الله أهو القوام ولسه سخن، فهو ده حلاوته ان الحاجة لو انت مستعجلة على طول هتخلصي بيها. ابتدي بقى، انا بصراحة اخدت منها حبة، انا لما بعمل الشوربة كده بتقلها شوية، اخدت منها حبة اعينهم في الفريزر من غير ما احط لهم لا بهارات ولا اي حاجة، وابتديت ازود دهيت بقى مية لان هي لسه هتتقل معايا دلوقتي، فدي بردك ملحوظة ممكن تبقي تعملي الشوربة ولما تعمليها تبقي تنقصي منها حبة عينهم في الفريزر، بعد كده صدقيني هينفعوك في اي يوم. نبتدي بقى ننزل بالملح بتاعنا، طبعا مقدار الملح دوت انا ما اقدرش اقولك عليه لان انت اللي بتتحكمي فيه حسب بيتك. طبعا اساس شوربة العدس بتاعنا ايه؟ الكمون.
الكمون دوت الاساس في شوربه العدس عندنا. عايزه بقى تحطي حبه شطه حطي براحتك، انا هحط بذره صغنونه كده. بسم الله. بس بحب احط حاجه كمان مع النعناع، ودي بتبقى بجد بتديله طعم رائع. هوريها لكم اهي النعناع. النعناع ده من الحاجات اللي انا بعشقها مع شوربه العدس. بس كده خلاص الشوربه كده معايا استوت وبقت جميله. هركنها دلوقتي على جنب، ونجيب الطاسه بتاعتنا ونبتدي الشغل بقى التمام. بسم الله. نبتدي بقى نجيب الطاسه بتاعتنا نحط فيها السمنه وننزل بحبه زيت. نبتدي بقى، هي سخنت اهي. معلش بس كان معايا مكالمه تليفون، وقفت الكاميرا شويه. في تريكه كده بردك عايزه اعرفها لكم دلوقتي، اللي عايز يحط مكرونه هنحطها دلوقتي مع البصله، بس لما تقرب تحمر. خليكم معايا. البصله كده ايه اول ما تحس اللي هي هتبتدي ها تخش على الصفاره، عشان مش عايزينها بردك تتحرق مننا في التريكه اللي انا هقول لكم عليها. يعني شايفين حاسه ان البصله خلاص بدات هتقرب تنشف وهتطرد الميه بتاعتها اهي. هبتدي انزل بالمكرونه بتاعتي على البصله تتحمر معاها، مش كل شويه بقى اقلي زيت او سمنه فيها البصله وبعد كده المكرونه، لا 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 كده. ودي احسن طريقه، احسن طريقه واوفر طريقه نعملها. كله بقى هيتحمر في وقت واحد. نبتدي بقى ننزل معاهم في الوقت ده مرة حبة اهو بفص الثوم. تمام، نمشي كده بالتدريج وكله هيحمر بقى في وقت واحد. وكده استفدنا الزيت والسمنة بتوعنا اللي احنا حاطينهم، وكل التحمير طلع في وقت واحد. شايفين بقى التحمير، البصل مع الثوم مع المكرونه مع الريحه كله طالع مع بعض. جربوا طريقه مبلاه البورسعيديه. انا صدقوني مفيش حاجه بعملها الا لما ابقى مجرباها عشان اطلع لكم بالنتيجه الصح. طبعا ما نسيبهمش يتحمروا اكتر من كده عشان ما يمرروش معانا. يلا بقى نجيب حلتنا. نبتدي بقى اروح للحله بتاعتنا اولع عليها وعلي تاني عشان تاخد غلوه مع بقى المكرونه. عشان كده قلت لكم مش هنسوي قوي العدس، يا دوبك اديت له غلوه. وابتدي بقى اسيبه يستوى مع المكرونه بتاعتي، وبكده هتاكلي احلى شوربه عدس من ايد مبلاه البورسعيديه. هو كده الطريقه خلصت غلوه وبس، وهبتدي اغرفها في الاطباق ونبتدي ناكل الشوربه بتاعت العدس بتاعتنا. وانتظروني في كل جديد مع مبلاه البورسعيديه. دلع كرشك دلعي نفسك. واتمنى لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا. ومبلاه البورسعيديه دلع كرشك دلعي نفسك. باي باي.